كنت نخدم في شركة زيتون، عندي ما يقارب 11 سنة. بدينا من التراب، زرعناها، كوناها، صبرنا بمقاسات، بتساتر، ترومبات دواء على دوراتنا، مرضنا حساسية، كل شيء معناتها تعدينا بيه، مطر، صيف، شتاء، ديما خدمة، طبعة شمس تعدى علينا كل شيء. مصح وصلنا لين كبر الزيتون، ولينا بالموتورات، معناتها عندنا 8 سنين موتورات نزرعوا بها. مشينا نشوفوا كيفاش كينا كيفاش معناتها جا صباح جايب لنا كونترا بثلاث شهور وغير قابل للتجديد، كي ما وافقناش عليه طردونا، معناتها ما شكينا وتو ولا هي باهي مدام تركيا القضية نتاعنا متكفلة باهي، من محامي من كل شيء متكفلت لنا باهي، يرحم والديه ويعطيه الصحة ووقف معانا بالحق. وعنا زيد شركة بحذانا في سمنجة يخدم فيها أخوي، زيد المستثمر هذا عامل بعمايله، كان خدمة معاه خدامة قالبها، ما هوش معناتها ما هوش باهي حتى طرف. هو كي هو كي مرته تو يبدا كاري لكاري الارض الواحد اخر. عندنا ليسي زيد عنده تو قداش تبنيه تعرفي، ولا معناتها بلاصه نتاع خراب نتاع صغار، تعمل فيه الزطله، تعمل فيه حاجات خايبه معناتها، ولا ما هواش حد شيء، وتولك مل ولا حد شيء، لان قاعده تاخذ تقرا في ليسي خربه في القريه. ما حصلوا حاله لا يرثى لها.